كغيرهم من موظفي مؤسسات الدولة الخاضعة لسلطة الأمر الواقع في صنعاء. ها هم موظفو مؤسسة الكهرباء يخرجون من جديد رفضا لما أسموه فساد القائم بأعمال وزير الكهرباء المعين من قبل تحالف الانقلاب. حالهم كحال باقي الموظفين في مختلف المؤسسات، فبعد مطالبات دامت قرابة 5 أشهر بلا راتب أو أي مصدر دخل آخر، ها هو يصدر قرار بصرف رواتبهم ولكن بشكل لم يكن في الحسبان. يقول المحتجون إنه تم إصدار قرار بصرف رواتبهم، ولكنهم تفاجؤوا بأن القائم بأعمال الوزارة أصر على تحويل مرتبات الموظفين إلى البنوك الحكومية، وذلك لصرفها بالعملة اليمنية رغبة في الاستفادة من فارق سعر صرف العملة من فئة الدولار. المحتجون طالبوا أيضا بصرف الرواتب كما هي دون انتقاص أو تسويف أو محاولة احتيال. يزداد السخط إذن في وجه الجماعة المسلحة التي قوضت فكرة الدولة وانقلبت على جميع مؤسساتها، وأمام هذا السخط تزداد أيضا الانتهاكات في حق كل من يرفع صوته لرفض سلطة الأمر الواقع.